بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي من متابعة منصة تسكولة التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. قبل ما نبتدي الدرس بتاع النهاردة عايز أفكركم أن احنا نشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لنا كل جديد أول بأول. موضوع درسنا النهاردة من فرع الجبر، هناخد الوحدة الثانية الدرس الأول منها اللي عنوانه مبدأ العد. مبدأ العد بنقسم إلى حاجتين، مبدأ العد الغير مشروط ومبدأ العد المشروط. ايه هما الموضوعين دول؟ هنفسرهم واحدة واحدة. مبدأ العد الغير مشروط يعني لو اداني مجموعة مكونة من تلات اعداد، خمسة وسبعة مثلا، خمسة وستة وسبعة، ماشي كده، وقال لي كون لي كل الاعداد الممكنة خمسة وستة وسبعة منهم بحيث يبقى في خانتين، تكون لي الاعداد كل عدد يتكون من خانتين يعني احد وعشرات. فهاخد الخانة الأولانية اللي هي خانة الأحد وهاخد خانة العشرات. أنا عايز أكون من الخمسة والستة والسبعة أعداد كل عدد مكون من خانتين أحد وعشرات. طب الخانة بتاعت الأحد تتملى إزاي؟ هو هنا ما اشترطش عليا، قال لي كل الأعداد الممكنة، فهحط في خانة الأحد إما أحط خمسة أو سبعة أو ستة أو سبعة. طب في خانة العشرات برضو هحط إما خمسة أو ستة أو سبعة، تمام كده؟ طيب يبقى معنى كده ان الخانة بتاعت الاحاد هتتملى بكم عنصر؟ بالتلاتة. والخانة بتاعت العشرات هتتملى بكم عنصر؟ برضو بتلاتة. طيب مبدأ العد بيقول ايه؟ بيقول تلاتة في تلاتة بيساوي تسعة. نقول تاني، طيب لو كان مشروط فالسؤال بيجي ازاي؟ بيجي برضو نفس الحكاية، عندي تلات اعداد او تلات ارقام خمسة وستة وسبعة، وقال لي كون لي كل الاعداد الممكنة من خانتين، برضو نفس الحكاية بس اشترط علي، قال لي بارقام مختلفة. الاول ما كانش بيقول بارقام مختلفة. طيب بارقام مختلفة يعني ايه؟ نمسك خانة الاحد ونمسك خانة العشرات، انا عندي كم رقم فوق؟ تلاتة، خمسة وستة وسبعة. طيب عايز احط في خانة الاحد كام؟ هحط الخمسة او الستة او السبعة، التلاتة. طيب هو بيقول لي ارقام مختلفة، لما اجي احط في خانة العشرات احط ايه بقى؟ ما احطش بقى التلاتة مع بعض، ليه؟ لو انا خدت الخمسة مثلا يبقى احط الستة والسبعة، لو انا خدت الستة يبقى احط الخمسة والايه والسبعة، لو انا خدت السبعة يبقى هاخد الخمسة والايه والستة، يبقى كده خانة الاحد بتتملى بكام مرة؟ بتتملى بتلات خانات. طب خانة العشرات بتتبنى بكام؟ بتتبنى باتنين. يبقى معنى كده مبدأ العد بيساوي ايه؟ 3 في 2 بيساوي 6 اعداد و6 الاعداد الممكنة. باختصار يعني مبدأ العد ايه هو تعريفه؟ لو كان عندنا عملية ما والمطلوب اجراء هذه العملية، عشان اجري العملية لازم هجري بعدد من الطرق بيساوي ميم طريقة، وفي عملية تانية يلزم لاجراءها نون طريقة، يبقى مبدأ العد بيقول ايه؟ عدد الطرق بتساوي ميم في نون طريقة زي ما احنا شفنا بالأرقام. لكن انا عارف ان الطلبة بتحب تفهم اكتر من خلال الامثلة المحلولة بالأرقام والتمارين المحلولة، وده اللي هيبان من خلال شرح درس النهاردة. خليكم معانا وما تروحوش بعيد، ويلا نبتدي. احنا قلنا عندنا حاجتين، مبدأ العد الاساسي اللي هو مبدأ العد الغير مشروط. يعني ايه؟ يعني بيقول اذا كان عندنا عدد طرق اجراء عمل ما او عملية ما بيساوي نون طريقة، وعدد طرق اجراء عمل تاني بيساوي ميم طريقة، يبقى عدد طرق اجراء العمليتين معا يعني العمل الاول والعمل التاني بيساوي نون في ميم. بضرب عدد طرق العدد الاول في عدد طرق العدد التاني، وده اسمه قانون الضرب. طيب مبدأ العد المشروط بقى، مش الغير مشروط، المشروط نفس الحكاية، بس لما يقول لي بشرط معين بقى، عدد طرق إجراء عمل ما بس بشرط معين هيساوي نون طريقة، وعدد طرق إجراء عمل تاني برضو بشرط معين بيساوي ميم طريقة، يبقى عدد طرق إجراء العملين معا الاتنين مع بعض ده وده بيساوي و بيساوي نون في ميم طريقة. يعني مثال لما يقول لي الألف بيساوي المجموعة واحد من ثلاثة واربعة، ويرد تكوين عدد من ثلاثة منازل، ثلاثة منازل يعني خانة أحد عشرات مئات باستخدام عناصر المجموعة، فإن عدد الأعداد الممكن تكوينها وسكت سابها لي مفتوحة مش مشروطة،
بيساوي كم عدد؟ هنكون ازاي وهنشوف الامثلة بالشرح. بس انا عايز ابين لكم رأس السؤال، ازاي تعرف ان ده مسألة على المبدأ العد الاساسي اللي هو الغير مشروط اللي احنا شفناه ده. طب مثال على مبدأ العد او مبدأ العد المشروط بتيجي ازاي؟ يجي يقول لي برضو نفس السؤال بس عايز يعمل برضو ثلاث منازل، عدد الاعداد اللي ممكن تكونها بارقام مختلفة. يعني ايه بارقام مختلفة؟ يعني اللي تحطه في خانة الاحاد ما تحطوش في خانة المئات، واللي تحطه في خانة المئات ما تحطوش في خانة الايه الالوف، وهكذا. ماشي كده؟ او في خانة العشرات ما تحطوش في خانة العدد، تحطه في خانة الاحاد ما تحطوش في خانة العشرات، ولو تحطه في خانة العشرات ما تحطوش في خانة الايه المئات. ازاي الكلام ده؟ ده اللي احنا هنشوفه من خلال الامثلة. ادي المثال الاولاني اهو، يلا. بيقول المجموعة اللي عندي كده عايز يكون الاعداد الممكنة من خلال تكوينها، لكن هنا اداني غير مشروط. خلاص ماشي، يعني هقول له هنا مثلا خانة الاحد انت عايز ثلاث منازل، وخانة العشرات، وخانة الايه وخانة المئات. يبقى هنا كده احد، وهنا عشرات، وهنا مئات. طيب هنا بيقول لي ايه؟ هتحط لي الاعداد دي كلها باي طريقة، خلاص، ومن غير شروط. يعني هنا مثلا في خانة الاحد هحط كام؟ هحط واحد، او خلي بالك، او اتنين، او تلاتة، او اربعة. يبقى خانة الاحاد عاملاها بالاربع ارقام، واحد من الاربع ارقام دي. يعني هتتملى بكم طريقة؟ هتتملى بالاربع اعداد، تمام. وهنا خانة العشرات، هنا بيقول لي برضو الممكن تكوينها، يعني اللي اتحط في الاحاد ينفع كمان يتحط في الايه في العشرات. يبقى خانة العشرات هتتملى بواحد او اتنين او تلاتة او اربعة. طب في خانة المئات نفس الحكاية، هحط واحد او اتنين او تلاتة او اربعة، لان ما اشترطش على اي حاجة. يبقى خانة الاحاد هتتملى باربع الارقام، وخانة العشرات هتتملى بالاربع ارقام، وخانة المئات هتتملى بكام؟ بالاربع ارقام. القاعدة عندي اسمها قاعدة الايه؟ قاعدة الضرب. هضرب اربعة في اربعة في اربعة يطلعوا كام؟ 64 طريقة. يبقى هختار الاختيار ده. هنفهم اكتر من خلال المثال التاني اللي هو اللي هو المشروط. ده مثال على مبدأ العد بشكل مشروط. مشروط اللي هناخده المثال التاني مبدأ العد المشروط، ده غير مشروط، عشان كده سبهلي. طب المشروط بقى بيجي يقول لي ايه؟ بارقام ايه؟ بارقام مختلفة. هقول له ماشي، نفس الحكاية، هنا خانة الاحاد، وهنا خانة العشرات ثلاث منازل، وهنا خانة المئات احاد، وهنا عشرات، وهنا مئات. طيب اول خانة حملها بايه؟ حملها بالواحد او الاثنين او التلاتة او الاربعة او بالخمسة. يعني تتملى بكم رقم؟ تتملى بخمس ارقام. في خانة العشرات هنا بيقول لي بارقام مختلفة، يعني لو اخدت الواحد مثلا في خانة الاحاد مش هتاخده في خانة العشرات. انا بقول مثلا، يبقى هنا تتملى باتنين وتلاتة واربعة وخمسة. طيب لو حطيت في الاحد اتنين يبقى مش هتحطه هنا، يبقى هتاخد واحد وتلاتة واربعة وخمسة. طب لو خدت في خانة الاحد تلاتة يبقى مش هتاخده في العشرات، هيبقى واحد واتنين واربعة وخمسة، وهكذا. تمام كده؟ طيب هنا في خانة المئات حملها بكام؟ طب لو انا خدت في خانة العشرات مثلا الاتنين، يبقى خدت في خانة الاحد كام؟ الواحد، وفي خانة العشرات كام؟ الاتنين. يبقى في خانة المئات ممكن اخد التلاتة او الاربعة او الخمسة. طب لو خدت في خانة العشرات التلاتة يبقى هاخد في خانة المئات الاتنين والاربعة والخمسة. يبقى خانة العشرات تتملى بكم رقم؟ بتلاتة. وخانة المئات تتملى بكم رقم؟ باربعة، سوري، وخانة المئات تتملى بكم رقم؟ بتلاتة.
يبقى 4 في 5 ب 20 في 3 بكام؟ ب 60. يبقى اروح اختار الاختيار اللي فيه ال 60. طيب بيقول يريد رجل ان يسافر من القاهرة, عايز يسافر من القاهرة يسافر الى اسوان مرا بالايه؟ بالاسكندرية. تمام, عايز يوصل هنا فين؟ في اسوان. تمام, ويمكنه ان يسافر في كل رحلة بالطائرة او بالقطار. طيب الرجل وهو هنا, الرجل وهو هنا عشان يوصل اسكندرية, يوصل اسكندرية اما هيركب قطر او هيركب طائرة. جميل, هنا وصل ايه؟ وصل اسكندرية. وصل اسكندرية بايه؟ وصل اسكندرية اما بالقطر او ايه؟ بالطيارة. جميل, طيب من اسكندرية لاسوان لو هو هنا وصل بالقطر يبقى قدامه كم اختيار؟ يبقى قدامه اختيارين. تاني من اسكندرية بقى هو وصل بالقطر هيركب قدامه بقى قدامه اختيارين, اما هيختار انه يسافر من اسكندرية لغاية اسوان بالقطر او هيسافر بالطيارة. تمام, طيب لو هو كان وصل بالطيارة من القاهرة لاسكندرية, وصل بالطيارة يسافر بالطيارة, طيب يبقى قدامه كم اختيار تاني عشان يسافر اسوان؟ يبقى برضو نفس الاختيارين, اما هيسافر بقطار او هيسافر بطائرة. جميل, يبقى عشان يوصل اسوان, عشان يوصل اسوان يوصل بكم طريقة؟ اما من القاهرة الاسكندرية, اما يوصل يركب قطر وقطر او يركب قطر وطيارة او يركب طيارة وقطر او يركب طيارة وطيارة. يبقى عدد الاختيارات بيساوي كام؟ بيساوي 4 اختيارات اللي هي دي. ماشي, نشوف فكرة كمان. بيقول عندي المجموعة ألف 1 2 3 4 5 يراد تكوين أعداد ذات ثلاث منازل. خلاص ماشي, يبقى هقول له هنا كده خانة الأحد, خانة العشرات, خانة المئات. يبقى هنا كده الأحد, العشرات, المئات. تمام, فإن عدد الأعداد الممكن تكوينها وتكون فردية, وتكون فردية بأرقام كمان مختلفة, بأرقام مختلفة يساوي كم عدد؟ واحدة واحدة. هو عشان الرقم يكون فردي يبقى لازم خانة الأحاد إما يتحط فيها واحد أو يتحط فيها ثلاثة أو يتحط فيها خمسة. تمام, تمام, طيب خلاص انا عرفت خانة الاحاد. طيب هو هنا بيقول كمل بس الارقام تكون ايه؟ مختلفة. يبقى لو انا حطيت في الاحاد الواحد يبقى مش هحط الواحد هنا في خانة العشرات, يبقى هحط التلاتة والكام؟ التلاتة والخمسة ومعاهم الاتنين ومعاهم الاربعة. جميل, طب في خانة المئات لو انا حطيت في خانة المئات اتنين مثلا, في خانة العشرات اتنين, يبقى حط في خانة المئات تلاتة وهحط هنا خمسة وهحط هنا كام؟ أربعة. نقول تاني, هنا بيقول أرقام فردية يبقى رقم الأحاد لازم يكون عدد فردي إما واحد أو تلاتة أو خمسة. يبقى دي تتملى بكم طريقة؟ تتملى بتلاتة. ما ينفعش أحط هنا اتنين وما ينفعش أحط هنا أربعة, لا اتنين ولا أربعة ينفع, لأن لو حطيت اتنين وأربعة يبقى مش فردي, يبقى زوجي. خلاص يبقى هستبعدهم. يبقى تتملى بخانة الأحاد بكام عنصر؟ تتملى بتلات عناصر بس, إما واحد أو تلاتة أو خمسة, مش التلاتة مع بعض, إما واحد أو تلاتة أو خمسة. جميل, طب في خانة العشرات هنا بيقول الأرقام تكون مختلفة, يعني اللي تحطه في الأحاد ما تحطوش في العشرات ولا تحطه في المئات. طيب أنا حطيت واحد أو تلاتة أو خمسة, فرضا إن أنا حطيت واحد
يبقى حط هنا 3 و5 معايا. طب فرضا حطيت 3 يبقى حط هنا 1 و5. طب فرضا حطيت 5 يبقى حط هنا 1 و3. والباقي عندي اللي هو 2 و4 احطهم هنا. يبقى دي تتملى بكام خانه؟ يبقى خانه العشرات تتملى باربع خانات. طيب انا حطيت في خانه العشرات 3 او 2 او 5 او 4، فرضا ان انا حطيت الاثنين، يبقى الاثنين مش هتتكرر معايا هنا، لازم تكون الارقام مختلفه. يبقى اللي فاضل عندي كام؟ احط 3 او 4 او 5، يبقى هنا يعتبر كام؟ يعتبر 3. يبقى اذا القاعده عندي، قاعده الضرب بتقول 3 في 4 ب 12 في 3 يبقى 36. اختار 36 من هنا، يبقى 36 ده الاختيار بتاعي. طيب مثال 5 بيكون ألف بيساوي 0 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7، يراد تكوين أعداد من أربعة منازل. أربعة منازل يعني إيه أربع منازل؟ يعني هنا خانة الأحد، وهنا خانة العشرات، وهنا خانة المئات، وهنا خانة الألوف. أربع منازل المرة دي، يبقى هنا كده في أحد، وهنا دي في خانة العشرات، ودي خانة المئات، ودي خانة الألوف. تمام. طيب نيجي هنا، ينفع خانة الألوف هنا بقى أحط فيها صفر؟ هنا خلي بالك المراد إيه؟ المراد تكوينها. المراد تكوينها يعني هنا تعتبر إيه؟ غير مشروط. يعني العدد اللي أحطه في أي خانة من الثلاثة ممكن يتكرر معايا. تمام. لو انا حطيت الصفر هنا، هل ينفع الصفر احطه في الالوف هنا كده الصفر؟ لا طبعا، لان ما فيش عدد بيتكتب كده. هما كام خانة؟ اربعة. هنا مثلا سبعة ستة خمسة اربعة تلاتة، ما ينفعش الصفر يتحط هنا، صح كده؟ ما فيش رقم عامل كده مثلا، يعني ما فيش رقم عامل كده. تمام خلاص، يبقى الصفر ما ينفعش يتحط في ايه؟ في الالوف. يبقى رقم الاحاد ممكن يتملى بكام؟ يمكن يتملى بالصفر أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7. تمام. طيب في خانة العشرات ممكن أحط الصفر أو أحط 3 أو أحط 4، ما قالش مختلفة، غير مشروط. وهنا 5 أو 6 أو 7. طب في المئات أحط الصفر أو 3 أو 4 أو الخمسة أو الستة أو السبعة. طب في خانة الألوف ما ينفعش الصفر معايا، يبقى تتحط هنا 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو كام؟ أو 7. يبقى خانة الأحاد تتملى بكام رقم؟ 6. والعشرات تتملى بكام رقم؟ بستة. وخانة المئات تتملى بكام رقم؟ بستة. وخانة الألوف تتملى بكام رقم؟ بخمسة بس، ماشي كده؟ يبقى 6 في 6 ب 36، 36 في 5 36 في 30 يديني 1080. يبقى اروح اختيار ال 1000 اللي فيه الرقم ده اللي هي فيها 1080، يبقى ده الاختيار بتاعي. طيب نفس الحكايه، عايز يكون اربع منازل من الارقام دي، يبقى هنا كده خانه الاحاد وخانه العشرات وخانة المئات وخانة الألوف. يبقى هنا الأحاد وهنا العشرات وهنا المئات وهنا الألوف. تمام. عايز يكون عدد الأعداد التي تقبل الاسم على 5، يبقى هنا إيه؟ مشروط. مبدأ العد اللي عندي هنا كده مشروط، لأن اشترط عليا الأعداد اللي تقبل الكام؟ على 5، تقبل القسمة على 5. تمام. طيب وهنا إيه؟ برضو قال لي المراد تكوينها. تمام. يبقى هنا برضو أخلي بالي إن أنا الأعداد اللي حطيتها في أي خانة ممكن تتكرر معايا تاني، ما قالش هنا كمان وإيه؟ ومختلفة. طيب يبقى تقبل القسمة على 5، يبقى هنا في الأحاد هختار الصفر وهختار الخمسة بس،
الصفر والخمسة جميل طيب تمام، لان لو حطيت هنا تلاتة مش هتقبل اسم على خمسة، طب لو حطيت اربعة مش هتقبل اسم على خمسة، والستة والسبعة برضو مش هتقبل اسم على كام على خمسة. طب جميل، هنا قال ايه الاعداد ما تكونش مختلفة تمام، سابها مفتوحة التي ممكن تكوينها تمام، يبقى هنا ممكن احط الصفر برضو واحط الخمسة والتلاتة او الاربعة، يبقى حطيت الصفر او الخمسة والتلاتة او الاربعة والخمسة والستة او السبعة جميل. طب في خانة المئات برضو نفس الحكاية، ممكن احط الصفر او الخمسة التلاتة او الاربعة الستة او السبعة تمام. في خانة الالوف ما ينفعش احط الصفر، يبقى احط التلاتة او الخمسة الاربعة او الستة ومعهم السبعة او السبعة. طب نحسب بقى خانة الاحاد تتملى بكم رقم؟ برقمين. طب خانة العشرات تتملى بكم رقم؟ بالستة كاملين. طب خانة المئات تتملى برقم؟ تتملى بالستة كاملين. طب خانة الالوف تتملى بالستة ما عدا الصفر، يعني تتملى بخمسة، يبقى هتساوي ستة في ستة بستة وتلاتين، في عشرة يبقى تلتمية وستين. اشوف فين 360؟ الاقي الفقره رقم ج. طيب لتكن ا في المجموعه اللي احنا شايفينها دي، ويريد تكوين اعداد من اربعه منازل. خلاص ماشي، هرسم رسم كروكي زي كل مره، مش عيب اللي انا بعمله كده، خلي بالكم احنا معانا طلبه في ادبي، عشان كده انا بشرح باستفاضه شويه عشان طلبه ادبي ما تتوهش مننا. يبقى هنا كده في احد، وهنا في عشرات، وهنا في مئات، وهنا في الوف تمام. يلا خانة الاحاد تتملى بكام خانة من دول؟ هنا بيقول لي ايه؟ فان الاعداد المختلفة المحصورة بين 4000 و6000، يبقى الاول اللي هيتحكم فيه ايه؟ اللي هيتحكم فيه خانة الالوف. طيب انا عايز الاعداد المحصورة بين 4000 و5000 و6000، خلاص كده؟ يعني ممكن الرقم اللي انا عايزه، هو عايز اربع ارقام، ممكن رقم في الالاف هنا يبقى فيه اربعة؟ ايوه، لان ممكن يكون اربعة وبعدين تسعة او اربعة وتمانية او اربعة وسبعة او اربعة وستة، كل دول اكبر من الاربعة تلاف، محصورة بالاربعة تلاف تمام. طيب ممكن يكون خمسة تتحط هنا، ممكن يكون خمسة تتحط هنا. طب المحصورة بين 4000 و6000 ينفع يتحط هنا ستة؟ لا ما ينفعش يتحط هنا ستة، لان لو حطيت هنا ستة وتحط معها اي رقم هتبقى اعلى من الستة، ان شاء الله بواحد، مش هينفع تمام كده. يبقى خانة الالوف تتملى بكام وكام؟ اربعة او خمسة بس، اربعة او خمسة بس. جميل قوي. طيب يبقى هنا خانة المئات ممكن احط هنا المراد تكوينها تمام كده. يلا طيب، وهنا كمان قال لي ايه؟ بارقام مختلفة، اشترط عليا بارقام مختلفة. يبقى الاربعة او الخمسة، لو حطيت الاربعة هنا يبقى مش هتحط الاربعة هنا، يبقى دي تتملى بكام؟ بصفر او تلاتة. انا قلت خلاص هنختار الاربعة هنا مثلا، يبقى صفر وتلاتة وخمسة وستة وسبعة، لان هنا قال لي ارقام ايه؟ مختلفة. لو ما قال ليش ارقام مختلفة هحط الاربعة والخمسة تاني هنا، لكن هنا بقلب ارقام مختلفة، لو تحطه هنا ما تحطش هنا، فانا حطيت هنا الاربعة، يبقى الاربعة مش هتتحط هنا. طب هنا مثلا اخترت مثلا الصفر، يبقى الصفر مش هيتكرر معايا هنا، يبقى احط كام؟ هحط تلاتة او خمسة او ستة او سبعة. طب اخترت مثلا التلاتة هنا، يبقى هنا هتحط كام؟ الخمسة او الستة او السبعة. نقول تاني، الاعداد المحصورة بين 4000 و6000 تمام كده، لو حطيت في خانة الالاف هنا
الرقم 6 وحطيت هنا 0 وحطيت هنا 1 او حطيت هنا 3 او اي رقم كده، يبقى كده عدت 6000، يبقى مش هينفع تحط هنا كام؟ 6. طب خلاص ممكن احط هنا 5، ايوه ممكن احط هنا 5 واحط اي ارقام بعد كده. طب ممكن احط 4، ايوه بس يكون اكبر من 4، اكبر من 4 ممكن احط هنا 3، احط 5، احط 0، ماشي. يبقى خانه الالاف تتملى بكام وكام؟ تتملى ب 5 او 4 بس. جميل قوي. قال لي عايز الارقام تكون مختلفه، يبقى لو احطه في الالاف مش هحطه في المئات. لو حطيت 4 في الالاف مش هيتحط هنا 4، يبقى احط كل العصر اللي باقيه اللي هم 0 و3 و5 و6 و7. 0 و3 و5 و6 و7. طيب اللي هحطه في المئات مش هيتكرر معايا في العشرات. لو انا فرضا حطيت هنا 0 يبقى مش هاخد الصفر هنا، لو حطيت 3 هنا يبقى مش هاخدها هنا، لو حطيت 5 هنا يبقى مش هاخدها هنا، عشان الارقام تكون مالها ارقام تكون مختلفه. لو انا فرضا حطيت هنا الصفر يبقى مش هحطه هنا، يبقى احط هنا الباقي 3 او 5 او 6 او 7. طيب وليكن فرضا حطيت في العشرات 3، خلاص يبقى مش هحط في الاحاد كام؟ 3، مش هيتكرر، يبقى اللي فاضل معايا 5 او 6 او 7. يبقى خانه الاحاد تتملى بكام رقم؟ بثلاث ارقام بس، وخانه العشرات تتملى بكام رقم؟ باربع ارقام بس. طيب وخانه المئات تتملى بكام رقم؟ تتملى بخمس ارقام بس. وخانة الالوف تتملى برقم؟ تتملى برقمين بس، واحد من الرقمين دول. تمام كده؟ بس اضرب بقى 3 في 4 ب 12 في 5 ب 60، 60 في 2 يديني كام؟ يديني هنا 120. اختار الاختيار اللي فيه 120، يديني الاختيار رقم الف. طيب بيقول في الشكل المقابل عدد الطرق المختلفة التي يمكن الانتقال بها من المحطة ألف للمحطة إلى المحطة هي باتباع الأسهم من دون المرور بالمحطة نفسها كل مرة مرتين، من ألف إلى واو. دي واو، يعني عايز يروح من ألف لواو كل مرة، بس ما ينفعش يفوت على المحطة كم مرة؟ يفوت عليها مرتين من دون المرور بالمحطة نفسها مرتين، يعني الحرف من ده مش هيتكرر مرتين. يعني ايه؟ هو عايز يوصل من ألف لغاية واو، من ألف لغاية واو. يبقى ممكن حسب الاسم، هو مديني هنا اسم، هقول له اول طريقة ممكن يمشي من ألف لغاية ب، ومن ب لغاية جيم، ومن جيم يوصل لواو. تمام كده؟ طب دي طريقة. طب ممكن يمشي من ألف لغاية ب، ومن ب لغاية جيم. تمام كده؟ ولقى من جيم لغاية واو مثلا مسدود، يقوم واخد من ه، من جيم لغاية ه، ومن ه لغاية واو. ممكن؟ ممكن. من ألف لباء، ومن باء لجيم، ومن جيم لواو، خلاص سلكة. طب افرض مرة تانية هو ليه مزاج يمشي بقى من ألف لباء ومن باء لجيم، وبعدين خرم بقى راح من ه، من جيم لها، وبعدين من ه لواو، المهم وصل لواو، خلاص مفيش مشكلة. تمام. طيب ممكن يمشي بطريقة تانية، يمشي من ألف لغاية باء، وبعدين من باء لغاية دال، من باء لغاية دال، ومن دال يروح لها، ومن ه يروح لواو، مفيش مشكلة. من ألف لغاية ب، انت كل مرة بتروح لجيم، لا انا همشي بقى من ألف لغاية ب، ومن ب لدال، ومن دال لها، ومن ه لواو، خلاص وصل. طب في كمان؟ ايوه في كمان. ممكن يمشي من ألف لغاية ب، ومن ب لغاية دال، ومن دال لغايه ه، ومن ه يطلع لجيم، ومن جيم عليها الواو، برضو مفيش مشكله. بص مش ازاي، من الف لغايه ب، ومن ب لغايه دال، ومن دال لغايه ه، بس جه يروح من ه ملوش مزاج يروح من ه لواو، اما ماشي من ه لغايه جيم، ومن جيم رايح على واو، مفيش مشكله عندي.
تمام. طب انت كل مره بتروح من الف لباء، طب ينفع اروح من الف لدال؟ ايوه اروح من الف لدال، ممكن امشي كده من الف لغايه دال، ومن دال لغايه ها، ومن ها اوصل لغايه واو. ده الاحتمال الاولاني لو انا اخترت الاتجاه ده. طيب نكمل، ممكن امشي من الف لغايه دال، ومن دال لغايه ها، الف لغايه دال، ومن دال لغايه ها. مش عايز اروح من ها لواو على طول، عايز اروح من ها لجيم ومن جيم لواو، خلاص ما فيش مشكله. يبقى من ها لغايه جيم، ومن جيم لغايه واو. تمام. طب في طريق تاني؟ ايوه، ممكن امشي من الف لغايه دال، الف لغايه دال، مش عايز اروح لها، يبقى الف دال، وبعدين من دال لغايه ب، من دال لغايه ب، ومن ب لجيم، ومن جيم توصلني الواو. طب في احتمال اخير؟ ممكن احتمال اخير، اوصل من الف لغايه دال، ومن دال لغايه ب، ومن ب لغايه جيم. تمام. بس بدل ما اروح على واو هروح من جيم لايه الاول؟ من جيم لغايه ايه، وبعدين من ايه لغايه ايه، ومن ايه لغايه واو. تمام. يبقى عدد الطرق اللي انا اخترتها لاجراء العمليه في الجزء الاول منها كم طريقه؟ 4. تمام كده. طيب وعدد الطرق في اختيار العمليه الثانيه كم طريقه؟ برضو 4. يبقى كلهم يعتبروا كام؟ كلهم يعتبروا 8 طرق. وبكده اعزائي طلبات الصف الثاني الثانوي من متابعي منصه الاسكول التعليميه، نكون انتهينا من شرح درس اليوم اللي كان عنوانه مبدا العد من فرع الجبر. ما ننساش تحت الفيديو بتاع الشرح هنلاقي فيه 3 لينكات، لينك عبارة عن شيت أسئلة على موضوع الدرس، اللينك التاني عبارة عن شيت الإجابة على موضوع الأسئلة، اللينك التالت عبارة عن اختبار تفاعلي ليه مواصفات النظام الجديد لامتحانات المرحلة الثانوية. يعني الاختبار هيكون لي وقت محدد للإجابة، الاختبار هيصحح إلكتروني، في نهاية الاختبار هتلاقي الدرجة موجودة عندك عشان تقدر تقيم مدى فهمك واستيعابك من موضوع الدرس. وإلى اللقاء مع درس آخر.